أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. شيعت مساء أمس بمقبرة بشار جنازة الطفل طاهري عبد الرحمن ضحية انفجار لغم تقليدي فرنسي. الجنازة شيعت وسط جو جنائزي مهيب حضرها عدد كبير من أهالي منطقة مصبع ببشار. الجنازة كانت أيضا فرصة لتجديد سكان المنطقة ضرورة تطهير الأماكن الرعوية من مخلفات المستعمر الفرنسي، خاصة بعد تفكيك قوات أدرك 8 ألغام بذاتها المنطقة مؤخرا، وهو ما زرع مخاوف أكبر بين السكان. نتابع التصريحات التي بعث بها مصطفى ياسر. هذا هو الصغير المزازي يعاون بيو خيو يعاونه في الصف الغلم بيدي تم تفرجت القنبورة البارح العسكر شحال قاو قنابيل تم في ديك البلاصة وندعي لوليدي الرحمة بزوز لا غال ما يعرفوش. نطلبوا من الدولة من الحكومة من السلطات المعنية الله غاب زوز صغار ما يعرفوش، نطلبوا من سلطات الدولة تدخل وتحيد هاد القنابل اللي كاينين. دي خطر الأولى مشى معايا قاعد قال لي بخلي نقعد يومين وروحلي قاعد يومين ورايا تكلمت فيه واحد القنبولة هكا قاعد يضرب فيها طلقت عليه. وديك الحمادة عاملة الألغام عاملة بزاف جاو تما كان ذاك الوطني هزوه حرقوه قريب واحد 8 ولا حاجة. ونطلبوا من السلطات تاعنا تطهر هذه البلاصة، الشعب الوقت هذا راه في خطر. تلقى هذا اللغم هذا ما يعرف له شيء، هو آثار من تاع الثورة مازال تاع فرنسا مازال يتمشى فيها. كان يلعب معانا وقرا معايا وناس ملاح، هو ترى الزين ومسكين كتبت له هذا الحادث.